in 1 minute. نجي هلا مخبرية. بالنسبة للآزوتيميا قبل الكلوية، نعرف انه الكبة الشعرية بيرشح منها بشكل طبيعي البولة والكرياتينين. البولة الانبوب الكلوي بيقدر يعيد امتصاصه للجسم، اما الكرياتينين فيقطع في الانابيب ويطرح كما هو، وبالتالي يصبح لدينا نسبة البولة الى الكرياتينين 20، اي مقابل كل جزيئة كرياتينين موجودة في الجسم يوجد لدينا 20 جزيئة بولة، لاننا نستطيع عدد امتصاص البولة ولا نستطيع عدد امتصاص الكرياتينين. في حال حدوث نقص تروية تتفاعل لدينا جملة رنين انجيوتنسين الدسترون. الالدسترون يقوم بحبس الصوديوم، يقوم بعدد امتصاص الصوديوم، فيكون لدينا صوديوم بول منخفض، اي اطراح الجزيئي للبول منخفض. يورين صوديوم لو، فراكشنال اكسكريشن اوف صوديوم لو. الصوديوم امتصاصه يؤدي الى امتصاص الماء ايضا، فيصبح لدينا بول مكثف مرتفع الضغط الحلولي، ويؤدي زيادة الالدسترون ايضا بسبب امتصاصه للماء الى زيادة امتصاص البولة، ولكن دون زيادة امتصاص الكرياتينين، لانه كما قلنا الكرياتينين غير قابل لإعادة الامتصاص، فيحدث لدينا ارتفاع في نسبة البولة الى الكرياتينين فتصبح اعلى من 20. اذا كإعادة، يصبح لدينا صوديوم البول منخفض بسبب اعادة امتصاص الصوديوم بسبب تأثير الالدسترون، حلولية البول مرتفعة، الأنابيب ما زالت سليمة وبالتالي ما زالت تحتفظ بقدرتها على تكثيف البول بسبب كل من الألدسترون والـ ADH، وأخيرا ارتفاع نسبة البولة إلى الكرياتينين فوق 20، لأنه مثل ما أن البولة يعاد امتصاصها ويزداد إعادة امتصاصها بسبب تأثير كل من الـ ADH والألدسترون، أما الكرياتينين فلا يعاد امتصاصه ويبقى في الأنابيب الكلوية، وبالتالي يصبح لدينا كرياتينين منخفض وبولة مرتفعة أكثر منها. نجي هلأ للتشخيص والعلاج. بالنسبة للتشخيص، القصة المرضية غالبا كافية، يا أما الزلمة جايين بقصة نزف أو ضيع سوائل إسهالات أو تناول مدرات غير منتظم أو بإعافة قلبية، قصور قلب احتقاني، القلب ما عاد قدر ضخ للكلية وبالتالي صار عنا قصور كلوي، أو ممكن الزلمة جاي بقصة سيبسيز، قصة صدمة إنتانية، فهدول كلهم بوجهونا لأسباب قبل كلوية. بالنسبة للفحص السريري بنلاقي علامات هبوط الضغط ونقص الحجم مثل نبض سريع وخيطي، نبضان وداجي في حال قصور القلب الاحتقاني، حتى ممكن كمان الطية الجلدية واللسان الجاف ممكن يوجهنا لحدوث نقص في الحجم. بالنسبة للمعالجة بنقدر نقول انه المعالجة هو معالجة السبب الرئيسي، يعني مو فورا بنعطي الزلمة سوائل. في حالة قصور القلب الاحتقاني ما بنقدر نعطي سوائل، نعطيه مقويات قلبية، بنعطيه مدرات عشان نحسن الوظيفة القلبية، اذا تحسنت الوظيفة القلبية بتتحسن عنا الوظيفة الكلوية. نعطي كمان كورتيزون في حالة الصدمة الطائقية، مثل ما أننا منعوض سوائل باكرا أبكر ما يمكن. نجي للاختبارات المخبرية في حالة الشك، بيكون عندنا بول كثيف ذو حلولية مرتفعة، انخفاض صوديوم البول وارتفاع نسبة البولة إلى الكرياتينين في الدم فوق 20، وهيك بنكون خالصين الأزوتيميا قبل كلوية.